ده بقى شغل شغل الهندسة بتاع زمان. ادي الكرسي وتقعد ترسم دوائر دوائر الكهرباء. دوائر التحكم. كل الحاجات اللي انت شايفها دي دلوقتي ممكن تتعمل في حاجات صغيرة خالص. اللي تحت على الأرض دي الاسطوانات دي الكتل اللي هي الكور دي التجارب اللي عملوها على ان هو يعمل كتلة من الحديد التقيل قوي ويحط فيها المادة المشعة ويغلفها بالديناميت ويحط فيها ولما تفجر الديناميت يكبس المادة المشعة فيخليها تنفجر. في التجربة بالظبط زي كده اهو. تيجي تبص ادي نص كرة البلوتونيوم اهي. وبعدين هو بيقيس حاطط كل القياسات دي عشان يقيس هل ينفع ولا ما ينفعش. وهنا بيحط حواليها كتل الرصاص وكتل البرافين. البرافين بيمص النيوترونات. قصدي بيعكس النيوترونات. ودي الحاسبة بتاع زمان. كل واحدة من دول كنت بتبقى قاعدة عليها واحدة ست. تقعد تحسب ارقام عشان تحل المعادلات. والرجالة كانوا يعملوا الفيزياء والاختبارات في بره والستات يعملوا الحسابات. ما تيجي تبص عليها كويس قوي هتلاقي بص فوق خالص التسعات وبعدين تحت خالص وتقعد تنزل واحدة واحدة كده. وعندك هنا الجمع والطرح والضرب والايه والحاجات دي كلها. كل دي الحاسبة اللي انت النهاردة بتشتريها بدولار من السوق. وكل اللي ورا اللي انت شايفهم دول احنا قلنا دول الكتل البيضة دي ده شمع البرافين عشان يخلي النيوترونات ترجع مرة تاني. وكل الاجهزة اللي واقفة دي ما هي الا دي اجهزة قياس. والاصفر ده اهو ده بتاع جايجر ميلر واللي جنبه ده بيقيس الاشعة الجاما. والرصاص اللي انت شايف كل كتل الرصاص دي وفي النص بينهم الايه المادة اللي هي مشعة اللي بيقيسوا يشوفوها هتتفاعل ازاي. كل الكتل دي اتصممت واتعملت كانت عملية مشقة قوي. هنا بقى تشوف في النص هنا على الترابيزة دي ده نموذج القنبلة بالطبقات بتاعتها عبارة عن كرة وراها كرة وراها كرة. وده نموذج تاني اللي فيها النحاسة دي. يقعدوا عملوا النموذج ده وعملوا النموذج ده وعملوا كذا نموذج والنموذج ده اهو ويحطوا الأجهزة زي ما انت شايف. كل واحدة حاطين حواليها عداد قصدي جهاز بتاع جايجر اللي بيقيس الأشعة جاما. ما هو لازم يطلع أشعة جاما. لو ما طلعش أشعة جاما ما يبقاش في تفاعل نووي. أشعة جاما معناها إن المادة بتزرزر جامد من النيوترونات. النيوترونات بتخبط جامد في بعضها. واللي منور جوه ده كل دي اللي هو الأنابيب التفريغ بتاع زمان. كان كل الأجهزة زمان زي ما أنت شايف كده كانش فيه ترانزستور. كلها أجهزة تفريغ. اسمها إيه بقى دي كلها؟ دي اسمها كريتيكال أسمبلي. بص على السقف كده النور بس معاكسني. اسمها كريتيكال أسمبلي أو الكتلة الحرجة. وهنا لما تحصل خطر تحت بيقول لك يعني ما فيش أشعة. في النص بيقول لك فيها أشعة يعني ممكن. وفوق بيقول لك المنطقة لازم تتقفل. وهنا عمل لك كل الهيصة اللي عملوها. وفي إزازة كاكولا تحت زي ما انت شايف كده. واللي تحت ده ايه ده جهاز. كل دي أجهزة قياس أشعة.